أخبار اليوم. بص حضرتك، احنا مش عايشين، احنا عايشين وميتين. الواحد كده نفسه اصلا من كتر العيشه هنا، حسبي الله ونعم الوكيل. ناس عايشين في 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 شقق زي ما حضرتك شايف، ولا يستاهلوا ان هم يعيشوا فيها، وعمالين يبيعوها، واحنا اللي مستحقنا ومستنينا ولا هيزجلنا. يعني دلوقتي يا باشا احنا عاوزين نمشي من المنطقه دي عشان احنا مش عارفين نعيش هنا، وكل واحد ما عيشته هنا ربنا يعلم بيها. المنطقه دي اسمها ايه بالظبط؟ دي اسمها زرزاره تبع الدويقه، تبع الفرعون. اه الدويقه ما بيبنناش اي حاجه اكتر من 10 سنين على كده. وتعال شوف الموقع، وتعال شوف الناس، وتعال شوف الدنيا ايه. ما عادوكمش باي حاجه. لا اللي عاوز بقى يودينا اكتوبر، اللي عاوز يودينا ما اعرفش فين. سايبيننا اكتر من 10 سنين، ولا عايزين يشيلونا، ولا عايزين يعبرونا، وحياتنا واقفه. ولا بص حضرتك، بص عيالنا واطفالنا متربيين ازاي في الشوارع والبيئه دي، عيشه دي احنا عايشينها، وما معناش اصلا ان احنا ناجر شقه. رحنا ناجر شقه لقينا خليه 500 جنيه، خليه 5000 جنيه، وايجار 500 جنيه، وانا جوزي ارزوه على بابا الله، نجيب منين؟ ناكل ولا نشرب؟ والحاجه بقت غاليه مولعه، نعمل ايه؟ نعمل ايه ونروح فين ونيجي منين؟ نقول لي كده حضرتك نعمل ايه؟ ناكل ولا نشرب ولا نلبس ولا ناجر ولا نعيش ولا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نفسنا نعيش زي ما الناس دي عايشه. تعال شوف حضرتك الاوضه اللي انا قاعده فيها، اوضه متر في متر، متر في متر، عايشين فيها ثلاث انفار، انا وجوزي وبنتي، اكتر من 10 سنين واحنا عايشين العيشه دي. فاتح محل هنا حلاق، وكل ما يجي الحصر يقول لك هات لنا اثبات، هات لنا اثبات ان انت تبقى قاعد هنا. ما ينفعش يشيلك غير لما تجيب له اثبات. وانا بطاقتي باب الشعريه، انا ما غيرتش البطاقه، ما عملتش البطاقه ضويقه. ما ينفعش اعملها دويقه، لان في اي حته اي كمين بيوقفك بيقول لك بطاقتك دويقه، بيقول لك اركب. فلازم انا ابقى مسجل، او اجيب له اثبات، او اجيب له محضر ان انا ابقى مسجل عشان خاطر يسلمني بيه اللي انا قاعد هنا وفاتح هنا. انا عرضوا عليكم تروحوا اكتوبر، وانتوا ما ينفعش معاك اكتوبر عشان ايه بقى؟ ما يقول لك انت مشوارك انت اكتوبر، انا نوديك اكتوبر. طب دلوقتي احنا كل واحد اكل عيشه هنا، واكل عيشه طبعا في السيده عيشه، في اي حته قريب لمكانه هتوديني اخر الدنيا. انا غصب عني مش هشتغل. هشتغل ايه؟ هشتغل صايع هناك. انا عايز اعيش في عيشه مرتاحه، عايز اعيش في عيشه مرتاحه. عيالي مش عيالي طفشوا مني. عيالي طفشوا مني. انت عارف يعني ايه اما اكون معاك انت رجاله، معايا ثلاث رجاله وبنت، طفشوا منك عشان العيشه المتنيله ب 60 نيله دي. منطقه منشيه ناصر، زرزره بالذات، زرزره بالذات في منشيه ناصر دي تورته. كل واحد يجي في الحي بتاعنا ده، يجي ياخد حته ويمشي، يملى جيبه ويمشي. يعني ياخد ايه؟ ياخد له خمس ست شقق. تعالى يا اخويا اقول لك، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دوروا على الدفاتر هتلاقوا مين اللي مظلوم في البلد دي. بقى لي هنا 10 سنين وباجي بقى اروح شغلي، وباجي من الشغل على فين؟ شغال ايه؟ شغال خراط. خراط قلب شيشه. اه هنا في المساكن اللي احنا فيه. ماشي. والاوض دي كل ما نعملها تسري زبان تسعة حراميه بتطلع كده، شايف؟ نصابين بيطلعوا، فاهم؟ بيشربوا مخدرات، مش عارف ايه، بيطلعوا يهجموا علينا في مطاوي. كذا مره يصوروا معانا بردك، خليك معايا، كذا مره يصوروا معانا ويقولوا لنا احنا هنشيلكم. انا راجل متجوز ومعايا عائليه، راجل متجوز ومعايا عائليه، معايا كنز ومعايا رزق. نفسي في حياتي اقعد في ايه؟ في شقه، مش عارف. بص قاعد في اوضه كل شويه كل ما اعملها تبوظ وتتكسر، اروح شغلي واسيب عيالي في منظر زي كده؟ استحاله طبعا، استحاله. اشوف يعني اسيب شقه، اسيب عيالي في منظر زي كده واقعد هنا، واخد بعضي وانزل اروح شغلي واسيب عيالي في منظر زي كده؟ كل ما نعمل حاجه زي ما انت شايف يجوا لنا الحي يقول لك هنشيل وما يشيلوش، كذا مره يجوا يقولوا هنشيل وما يشيلوش. عنوانك على فين؟ انا عنواني على هنا. هنا ومسجلينها ازاي هنا ان ده عنوان؟ ايه؟ يعني لهم ازاي ان ده عنوان؟ هم مسجلينها كده عنوان. اه هم جم كذا مره حصروا هنا وما شالوش. دي دبه فرعون، كذا مره جم حصروا وما شالوش. تلاقي مكان نروح خالص 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 ولا اي حته. انت قاعد هنا بقالك قد ايه؟ بقالي كده تسع سنين. تسع سنين؟ اه. كنت بتقول ان الحاج والدك ومات هنا. مات هنا ودفنه بقالي خمس سنين. هم لا لاقين اكل لقمه ولا لاقين شرب ولا لاقين ده ولا لاقي اعمل حمام حتى نفسه. والله العظيم لا اعمل حمام في المنطقه دي، وكل شويه يجي الحي يضحك علينا، يخش من الحي يجي يضحك علينا ويتكلم معانا ومش عارف ايه. واللي ربنا كرمه معاه قرشين تحت في الحته دي يجي بني لك اوضه، مفيش الا احنا والناس اللي هو الرق البيت بتاعه دوت، هم دول احنا بس اللي متمرمطين. تيجي النطر علينا نتكهرب، لازم الاوض كلها تكهرب، لازم كل يوم يطلع اتنين حراميه ثلاثه حراميه، لازم. ايه ما خلوش ده؟ بص ده بوظوا لي دراعي ده بسبب حرامي فوق على 3 جنيه كان عايزهم. دراعي انا باظ،
لما احنا لو في البلوكات انا على الله هشتغل ايه على الله عشان 3 جنيه بوظلك ده. اه والله العظيم حصل ممكن على يد جاي ده وجاي الاسعاف كلها. ما طب هعمل ايه؟ طيب ما شفت منظر الصراصير ومنظر الحاجه لا في ميه، ما من قله الميه كل ده من قله الميه. عشان اطلع من هنا لحد دينا اهو خلاص عايز اعوض بالجيرك يعني اطلع اترمي غير كده ما اقدرش. بيقول المسؤولين ايه؟ بقول لهم بقى اهو نظره عطف من عند ربنا كفايه بقى، احنا تعبنا تعبنا على الاخر تعبنا مستوينا. عندك عيال حاجه؟ لا مش الا اخويا بس اللي معاه وقاعدين انا وهو هنا. لما غير كده حرام بقى، احنا استوينا 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 لا عارفين من حنين من غبي من ده من ده من ده من ده. كل اللي يجي يضحك علينا ويمشي، يضحك علينا ويمشي، برامج في التلفزيون شو ومش عارف ايه، واحنا ولا على الخريطه ما انت نادي ومش هيحصل. وهنكتر خلي بالك كتير قوي عشان تبقى عارف، احنا هنكتر كتير قوي هنا اهو والله العظيم ثلاثه الناس المظالمين دي كل دول هيكتروا وهتبقى قنبله مكبوته. لكن لو في بلوكات ده معروف ده فين وده فين وده فين وده في بلوك كذا وده شقه كذا وده كذا، طب دوروا دوروا هنا وما تشيلوش الا هنا على اساس انهم بكره هيشيلونا بعده هيشيلونا ولا بيعبرونا. بيشيلوا اماكن ما تستاهلش ان هي تتشال، عمالين يشيلوا في عماير وسايبين الاماكن العشوائيه الاماكن الزباله اللي ما ينفعش ان هي تستف في مصر. مصر كلها خير، فين الخير ده؟ فين الخير اللي احنا فيه دوت؟ احنا مش شايفين اي خير. انا جوزي بيطلع على بابا الله يرزق اللي بيجيبه بناكل ونشرب بيه ولا اكتر ولا اقل. فين العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ احنا مش عايشين، احنا ميتين.